بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أبنائي وبناتي طلبة الصف في السنة الإعدادي أهلا بكم إن شاء الله النهاردة مع بعضنا نحل محافظة رقم 20 محافظة الإسماعيلية موجودة معانا صفحة 123 كتاب الامتحان طبعة 2022 يلا بينا على بركة الله أول سؤال أكمل العبارات الآتية يتكون الجدول الدوري الحديث من كم دورة أفقية؟ طبعاً إيه؟ سبع دورات أفقية. وكام مجموعة رأسية؟ 18 مجموعة رأسية. توجد بعض جزيئات الماء توجد بين جزيئات الماء بين خلي بالي بين جزيئات المية روابط إيه؟ طالما قال لي بين يبقى له روابط هيدروجينية هيدرو جينية. بينما توجد بين ذرات جزيئه روابط بسماها تساهمية أحادية تساهمية أحادية من الطيور الطيور خلي بالي المهددة بالانقراض عندنا مثالين النسر الأصلع النسر الأصلع ده أول حاجة والمثال التاني اللي هو طائر أبو منجل دي اسمها طيور مهددة بالانقراض تحدث كافة الظواهر الجوية فينا حتة طيب الظواهر الجوية كلها تحصل فين؟ فأنا طبعة اسمها طبعة مين؟ اللي هي التروبوسفير ال تروبو سفير اللي هي اول طبقه بينما تدور الاقمار الصناعيه في الاكسوسفير الاكسو سفير تسمى عناصر الفئة دي بالعناصر الانتقاليه الانتقاليه وطبعا دي موجوده في وسط الجدول ويبدا ظهورها من الدوره الرابعه قارن بين نقارن بين كل كل من أول حاجة عندنا الميزوسفير والسيرموسفير من حيث درجة الحرارة يبقى عندنا أول حاجة رقم واحد كده عندنا الميزوسفير الميزو سفير والحاجة التانية اللي هي إيه؟ السيرمو سفير من حيث مين؟ درجة إيه الحرارة؟ إحنا عارفين اللي هي الميزوسفير الحرارة هتقل في نهايتها وتصل إلى إيه؟ إلى سالب 90 يبقى أقول له تقل في نهايتها طبعا نهايتها دي بسميها هي الميزوبوز وتصل لكام سالب تسعين درجة مئوية أما بالنسبة للسيرموسفير الحرارة هترتفع فيها لأعلى أقول هنا ترتفع الحرارة في نهايتها وتصل إلى ألف ومتين درجة مئوية عشان كده بعتبر اللي هي الطبقة ديت هو أسخن الطبقات لذلك تعتبر من أسخن الطبقات السؤال بعد كده حفرية الطابع وحفرية القالب من حيث تعريف طابع وقالب يبقى الحاجة التانية عندنا كده اللي هو حفرية رقم اتنين حفرية اللي هو مين الطابع عاوزين نعرفها يعني ايه طابع الطابع اقول له عباره عن نسخه طبق الاصل للتفاصيل الخارجيه التفاصيل الخارجيه لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية لا تعرف مين الطابعة أما اللي هي الحاجة التانية عندنا اللي هي حفرية حفرية اللي هي القالب لما أجي أعرفها أقول له نسخة طبق الأصل للتفاصيل للتفاصيل الداخلية لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية لما اجي ابص كده الفرق بينهم الاتنين هلاقي الفرق في كلمة واحدة خلي بالنا الفرق عندنا في كلمة واحدة هنا بقول للتفاصيل مين الخارجيه في حاله الطابع اما في حاله اللي هو القالب بقول التفاصيل مين الداخليه وبقية التعريف هو هو خلي بالنا الحاجه الثالثه اللي هو عندنا الحاجه الثالثه اللي هو عاوزها ملوثات الماء الطبيعيه وملوثات الماء الصناعيه من حيث ايه من حيث المصدر يبقى عندنا رقم ثلاثة اول حاجه اللي هي ملوثات الماء الطبيعيه ملوثات الماء الطبيعيه زي ايه عندنا زي اللي هي البرق المصاحب للعواصف الرعدية، عندنا كمان اللي هي موت الكائنات الحية، كمان اللي هي انفجار البراكين، كل دي أمثلة على مين؟ على الملوثات الطبيعية، الملوسات الماء الطبيعية، طب ناخد الحاجة التانية اللي هي ملوثات الماء الصناعية. يا ترى زي ايه؟ عندنا أول حاجة اللي هي أنشطة الإنسان المختلفة، الحاجة التانية اللي هي الإسراف في استخدام المبيدات الكيميائية واللي هي الأسمدة الزراعية والأسمدة الزراعيه عندنا كمان اللي هي القاء القاء مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع في المياه وتسريب زيت البترول في المياه كل ديت من اسباب اللي هي الصناعيه كمان اللي هي حرق الفحم والبترول كل دي بس بسماها ايه؟ اللي هي ملوثات مين؟ صناعيه حدد موضع كل من العناصر الاتيه في الجدول الدوري الحديث اول حاجه عندنا اللي هو الهيليوم اتش اي -E 2 4 يبقى عندنا اول عنصر عندنا اتش اي -E 2 أربعة. طبعا ده اسمه الهيليوم هنوزع اول حاجه عندنا العنصر اللي هو قدامنا لما نيجي نوزعه دي النواه عندنا مش لازم اكتب اللي جوه النواه مش هيهمني في حاجه هنوزع بس اللي هو العدد الذري في كام في اثنين طبعا المستوى ده اسمه ايه؟ كي فانا عندي هنا هنجيب رقم الدوره ورقم المجموعه فاول حاجه عندنا اللي هي الدوره بتاعتنا الدوره لما اجي ابص هنا في كام مستوى مفيش الا واحد بس فاقول له الدوره الاولى طيب المجموعه بتاعته هنا كام؟ المستوى ده مكتمل ولا لا؟ ايوه مكتمل بالالكترونات طالما هو مكتمل بالإلكترونات هتقول لي المجموعة الصفرية أو تقول لي رقم 18 الاتنين صح، ما ينفعش تقول لي تو إيه لو انت كتبت تو إيه يبقى غلط لأن المستوى ده مكتمل بإيه؟ بالإلكترونات، العنصر التاني إف إيه تسعة عشر اللي هو الفلور يبقى العنصر التاني عندنا اللي هو إف إيه إف اللي هو تسعة كام؟ إف تسعة. 19. ده اسمه طبعا فلور، هنوزعه برضك. أول مستوى اتنين سبعة اتنين سبعة كي ال طيب في عندنا هنا كام مستوى؟ آدي واحد اتنين يبقى أقول له الدورة الثانية المجموعة التانية المجموعة هنا كام؟ أبص على آخر مستوى فيه كام؟ فيه سبعة يبقى أقول له هنا المجموعة اللي هي سفن ايه أو ممكن أقول له اللي هي سبعتاشر. أزود على ده عشرة، الاتنين صح، التالت اللي هو عندنا اللي هو مين؟ صوديوم، احداشر، تلاتة يبقى عندنا بعد كده رقم تلاتة عندنا اللي هو إن أيه، احداشر، تلاتة وده اسمه صوديوم، هنوزع الصوديوم، آدي النواة عندنا، مستوى الأولاني في اتنين، تمانية، واحد، ال، ام، لازم دولت يطلع مجموعهم العدد الذري خلي بالي. طيب هنجيب هنا أول حاجة عندنا اللي هو رقم مين؟ رقم الدورة واحد اتنين تلاتة يبقى أقول له الدورة الثالثة الدورة الثالثة آخر مستوى فيه كام؟ فيه إلكترون واحد فأقول له هنا المجموعة اللي هي إيه؟ ون إيه اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يقدر الحجم الذري بوحدة المتر ولا البيكومتر ولا البار ولا الكيلومتر؟ وبيستنى على مين؟ الحجم الذري، طبعًا الوحدة بتاعته اسمها إيه؟ اللي هي البيكومتر. إنما طبعًا عند المتر ده وحدة قياس طول، الكيلومتر وحدة قياس طول، البار طبعًا ده اللي هي وحدة قياس مين؟ اللي هو الضغط الجوي. محمية لوستن أقيمت لحماية نقط من الإنقراض، دب الباندا ولا الخرطيط ولا طائر أبو منجل ولا الدب الرمادي، طبعًا مين؟ الدب الرمادي. توجد الحفريات في الصخور الرسوبية، ولا البركانية، ولا المتحولة، ولا النارية، طبعًا اللي هي الرسوبية. استخدام الماء في تبريد المفاعلات النووية ينشا عنه تلوث ايه حراري ولا اشعاعي ولا كيميائي ولا بيولوجي طبعا تلوث ايه حراري انشط الفلزات هو البوتاسيوم ولا السيزيوم ولا الكالسيوم ولا الليثيوم طبعا مين اللي هو السيزيوم يتصاعد غاز عند تفاعل الصوديوم مع الميه لما فاعل الصوديوم مع الميه غاز مين اللي هيطلع طبعا غاز الهيدروجين ولا الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا النيتروجين طبعا غاز مين الهيدروجين لعل لما ياتي تعتبر الاخشاب المتحجره من الحفريات بالرغم من انها تشبه الصخور الاجابه اقوله لانها لانها تدل على تفاصيل حياه نبات قديم جزيئ الماء من الجزيئات القطبيه الاجابه لان الفرق في السلبية الكهربية بين عنصريه كبير نسبيا ثلاثة يستخدم النيتروجين المسال في حفظ قرنية العين الإجابة لانخفاض درجة غليانه اللي هي كام سالب 196 درجة مئوية. أربعة يفضل الطيارون التحليق في الجزء السفلي من الستراتوسفير اللي جاب أقول له لخلوها من الاضطرابات الجوية والغيوم وحركة الهواء فيها أفقية اذكر أهمية رقم واحد عندنا الحفرية المرشدة يبقى رقم واحد عندنا عاوز مين أهمية مين الحفرية رقم واحد الحفرية المرشدة الحفرية المرشدة الأهمية بتاعتها إيه الحفرية المرشدة أول الأهمية بتاعتها تحديد العمر النسبي للصخور الرسوبية التي توجد بها رقم اتنين رقم اتنين عندنا جهاز اللي هو الالتميتر يبقى رقم اتنين جهاز الالتميتر هقول له ده يستخدم في الطائرات لتحديد تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجوي ثلاثة الهالونات يبقى رقم ثلاثة عندنا الهالونات الاستخدام بتاعها والأهمية بتاعتها إطفاء حرائق البترول رقم أربعة حزمي فان آلن يبقى رقم أربعة عندنا حزمي فان آلن الأهمية بتاعتهم أقول له أول حاجة تشتيت تشتيت الإشاعات الكونية المشحونة الضارة بعيدا عن سطح الأرض دي أول حاجة، الحاجة التانية الحاجة التانية حدوث وحدوث ظاهرة الشفق القطبي، ظاهرة الشفق القطبي اللي هي معناها ستائر ضوئية ملونة مبهرة تظهر عند قطبين الشمالي والجنوبي. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: رقم واحد عندنا الارتفاع المستمر في متوسط درجة الحرارة الهواء القريب من سطح الأرض، طبعًا ده تعريف مين؟ اللي هو الاحترار العالمي. رقم اتنين جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب أوزانها الذرية حسب الوزن الذري خلي بالي. أقول له الجدول الدوري لمندليف. رقم ثلاثة عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات وخواص اللا طبعا دي بسميها ايه اشباه الفلزات رقم اربعة التناقص المستمر في افراد النوع في افراد نوع من الكائنات الحية دون تعويض ذلك النقص حتى موت كل افراد هذا النوع طبعا ده تعرف مين اللي هو ايه الانقراض يبقى اربعة الانقراض رقم خمسة ستائر ضوئية ملونة مبهرة ترى من القطبين الشمالي والجنوبي للأرض طبعا دي بسميها ظاهرة ظاهرة الشفق القطبي رقم ستة ترتيب الفلزات ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي يبقى رقم ستة عندنا أقول لهم متسلسلة النشاط الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي. من الشكل المقابل طلب منا حاجات هنا، الشكل اللي قدام هنا زي ما احنا شايفين ده فولتاميتر اوف مان، ده المهبط، والمهبط زي ما احنا عارفين بيتصاعد عنده اللي هو رقم واحد ده اللي هو عباره عن غاز اللي هو الهيدروجين، يبقى ده هيدروجين. ورقم اتنين ده اللي هو المصعد بيتصاعد عنده اللي هو الاكسجين. وعندي رقم ثلاثة ده اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن ماء محمض بحمض كبريتيك ايه؟ مخفف. أول سؤال بيقول لي ما اسم الجهاز الذي يمثله الشكل؟ اسم الجهاز إيه؟ يبقى اسم الجهاز اللي ده أقول له فولتاميتر هوفمان وفيما يستخدم؟ أقول له الاستخدام بتاعه التحليل الكهربي للماء إلى عنصريه اللي هو الأكسجين والهيدروجين. رقم اتنين، اكتب ما تشير إليه الأرقام واحد واتنين وتلاتة، واحد كتبناها اللي هي الهيدروجين، اتنين كتبناها اللي هي مين؟ الأكسجين، طب تلاتة اللي هي قدامنا اللي هي إيه؟ تلاتة قلنا ماء محمد بحمض كبريتيك مخفف، رقم تلاتة، إذا كان حجم الغاز المتصاعد عند المهبط عشرة سنتيمتر مكعب، اللي هو غاز الهيدروجين يعني. فإن حجم الغاز المتصاعد عند المصعد كام؟ هيكون نص اللي هو كام؟ خمسة سنتيمتر مكعب، ليه؟ علشان إحنا عارفين الهيدروجين بيكون ضعف مين؟ ضعف الأكسجين، فده بعشر يبقى نصه كام؟ خمسة. رقم أربعة، أكتب المعادلة الرمزية المعبرة عن التفاعل، عاوزين المعادلة. المعادلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي هي المية H2O هنكتب عليه تحليل كهربي وعندي هنا اللي هي حمض كبريتيك مخفف علشان اخلي الماء جيد التوصيل للكهرباء هيتصاعد غاز الهيدروجين عند المهبط وغاز الاكسجين هيتصاعد عند المصعد تعال نوزن المعادله مع بعض كده في 2 اتش عندي 2 اتش واحده او 2 او اللي هي مدفه النقص احط هنا 2 اصبح هنا في كام اتش في 4 2 في 2 ب 4 هنا في 2 بس احط هنا 2 يبقى زي ما احنا شايفين هنا دايما الهيدروجين ضعف حجم مين ضعف ضعف حجم اللي هو الاكسجين يعني قد مرتين او ممكن نعكس نقول الاكسجين نص مين نص حجم ايه الهيدروجين من هو العالم الذي اكتشف مستويات الطاقه الرئيسيه في الذره طبعا العالم اسمه ايه بور اكتشف ان نواه الذره تحتوي على بروتونات موجبه الشحنه مين اللي عمل الكلام ده اسمه ريزر فورد ريزر فورد افترض أن درجة الأوزون الطبيعية تعادل 300 وحدة اسمه إيه؟ ديبسون صوب ما تحته خط ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الكبد بسبب زيادة تركيز الزئبق في مياه الشوربة نشيل الزئبق نكتب مكانها إيه؟ الزرنيخ الزرنيخ رقم اتنين تعتبر محمية الباندا أول محمية تم إنشاؤها في مصر، نشيل البدني نكتب مكانها إيه؟ محمية رأس محمد، محمية رأس محمد، النانومتر وحدة قياس الضغط الجوي، هنشيل النانومتر نكتب مكانها إيه؟ هنكتب اللي هي الملي بار، الملي بار، وممكن أكتب البار بار صح، تستخدم شرائح الالومنيوم في صناعة أجهزة الكمبيوتر، هنشيل الالومنيوم نكتب مكانها إيه؟ اللي هي السيليكون. السيليكون تعمل الأشعة تحت الحمراء على كسر الروابط في جزيئات الأكسجين هنشيل تحت الحمراء نكتب مكانها إيه اللي هي فوق البنفسجية فوق البنفسجية الحجم الذري في الدورة الواحدة يزداد بزيادة العدد الذري هنشيل يزداد يخليها إيه يقل إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل ارتفاعه 2 كيلومتر هي كام؟ 13، يبقى عندي جبل الدرجة تحت هنا عند السفح 13، وهنا ارتفاع الجبل قد إيه؟ 2 كيلومتر، 2 كيلومتر، فكم تكون درجة الحرارة عند القمة؟ عاوزها هنا كام؟ وهل يتساقط المطر أم الجليد فوق قمته؟ ولماذا؟ طب تعالوا نحسبها كده الأول مع بعض، أول حاجة نكتب القاعدة بتاعتنا، أقول له كلما ارتفعنا لأعلى واحد كيلو تقل درجة الحرارة ستة ونص درجة مئوية ده أول حاجة الارتفاع اللي عندي ده هضربه في كام في ستة ونص يبقى اتنين في ستة ونص هيطلع لي كام تلتاشر درجة مئوية ده أول حاجة اللي أنا جبته ده هطرحه منين من على اللي هي سفح الجبل يبقى أقول له درجة الحرارة عند قمة الجبل بتساوي الدرجة عند سفح كام ب 13 ناقص اللي أنا جبتها بكام ب 13 هيطلع لي كام صفر درجة مئوية. طب السؤال التاني كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي هل يتساقط المطر أم الجليد فوق قمته ولماذا؟ طبعاً هنا طالما الدرجة صفر أقول له يتساقط إيه؟ الجليد يتساقط الجليد. طب بيقول لي ليه؟ أقول له لأن درجة تجمد الماء بتساوي صفر درجة مئوية ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ رقم واحد امرار غاز الكلور في محلول بروميد البوتاسيوم غاز مين كلور في محلول بروميد البوتاسيوم طب تعالى نعملها على صورة معادلة كده الأول عند كلور اللي هو CL2 CL2 مع بروميد البوتاسيوم البوتاسيوم اللي هو K بروميد اللي هو BR هيكون ايه؟ انا عندي كلور انشط من ايه من البروم فعندي اللي هينطرد بره اللي هو مين البروم هينطرد اهو بي 2 زائد الكلور هيخش مكان مين البروم يعني هيديني كي سي ال تعال نوزن المعادله كده عندي هنا اتنين كلور هنا في واحده اللي هي ملفه النص احط اتنين عندي اتنين بوتاسيوم هنا في واحده احط اهو اتنين كده اتنين بروم كده اتنين بروم طيب ايه اللي كون عندنا ده اللي كون عندنا ده طبعا ده كلور وده بروميد البوتاسيوم يكون عندنا كلوريد بوتاسيوم والبروم طب هو عاوز ايه بيقول لي ما النتائج المترتبه على امرار كل من غاز الكلور اهو مررنا في مين في بروميد البوتاسيوم اقول له يتكون يتكون ده اسمه ايه كلوريد البوتاسيوم يتكون كلوريد البوتاسيوم والبروم السؤال الثاني زياده نسبه الغازات الدافئه في الغلاف الجوي يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يبقى رقم اتنين عندنا، هيقول هنا يؤدي إلى يؤدي إلى أول حاجة رقم واحد عندنا اللي هي انصهار جليد القطبين واختفاء بعض المناطق الساحلية وانقراض بعض الأنواع أو بعض الحيوانات مثل مثل الدب القطبي وفيل البحر وفيل البحر كمان يؤدي اللي هي رقم اتنين عندنا اللي هي حدوث التغيرات المناخية الحادة مثل الأعاصير وموجات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة والفيضانات المدمرة كل ده نتيجة مين ظاهرة مين الاحترار العالمي رقم تلاتة عندنا تخزين مياه الصنبور في زجاجات من البلاستيك يبقى رقم تلاتة أقوله يتفاعل البلاستيك مع الكلور المستخدم في تطهير المياه فيزيد من الإصابة. بالسرطان رقم أربعة: غياب أحد الأنواع من النظام البيئي البسيط زي الصحراء كده رقم أربعة أقول له الإجابة: يتأثر بشدة عند غياب أحد أفراد أحد أفراده لقلة البدائل المتاحة. يا رب فهمنا ما من صالح دعوكم كان معكم مستر طارق وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته